ازيكم يا مواليد برج الحمل؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحمل ليوم الاحد 18 سبتمبر ايلول 2022. في الوقت الحالي النهارده كل الامور مش بتمشي زي ما انت مشتهيها ولا نفسك مشتهيها. انت هترهق نفسك باعباء واعمال كتيره في محاولات انك تدرك كل سوء الحظ اللي عندك. كل ده هيأثر على صحتك تأثير قوي جدا. لازم تقنع نفسك ان كل الامور ممكن تتغير ومش هتدوم لفترة طويلة، ويستحيل حدوث حاجة في بعض الاوقات دي. عطارد راجعي بيعارض كوكب المشتري في اليوم ده، ده هيخلينا نفكر بشكل كويس جدا علشان نتجنب كل القفزات اللي بتعتبر فيها استنتاجات كتيرة. احنا بحاجة بس اننا نلاقي مساحة علشان نستكشف وننشأ من خلالها تصور جديد لحلول جديدة لكل المشاكل اللي عندنا، ونعبر عن نفسنا بحرية اكبر. مع كل ده هنبقى بنميل شوية للمبالغة في النقطة الأكبر اللي عندنا وإننا نفوتها بشكل كبير. من الأفضل بس إنك ننتبه أكتر، لأننا هيكون عندنا ميل إننا يكون عندنا مبالغة قوية وإننا نسعى ورا معنى سليم. بيساعدنا النهاردة بلوتو في وقت لاحق علشان نركز لصالحنا بشكل كويس. هيكون في خوض عميق جدا في مسائل مرضية جدا ومفيدة جدا. هنكون تحت تأثير واسع للحيلة وفعالين. الوقت حيوي جدا لإنجذاب نحو الأشخاص والمواقف اللي بتساعدنا علشان ننجح، أو حتى علشان نحقق أهدافنا واهتماماتنا اللي بتعتبر مشتركة بالأشخاص اللي حوالينا. بنصب تركيزنا النهاردة علشان نقضي عناصر مهمة جدا في يومنا حتى وحياتنا، في اننا نسعى نحقق كل اهدافنا في الشغل وفي الصحة علشان نتمكن اكتر من اننا نتقدم ونقتنع اكتر بوجهة نظرنا. بيشجعنا العبور ده علشان نتعاون ونركز قدراتنا العملية اكتر. هيستمر القمر في فترة فراغنا لحد ما يدخل القمر في برج السرطان في الفترة المسائية.